هذا هو أقدم أحياء مدينة عدن، حي الشاذلي، وفيه مسجد حسين الأهدل. لماذا لم يسمى الحي بنفس اسم المسجد؟ سؤال وجيه، قد يفعلون هذا في المستقبل. المهم الآن، متى سنتناول الغداء؟ أنت لا تفكر إلا في الطعام؟ هناك مطعم شعبي في هذا الشارع يقدم المعصوب والشافوت والهريش. ماذا؟ لم أعد جائعاً. قد تكون الأسماء غير مألوفة لك، ولكن مذاق الأطعمة طيب للغاية، صدقني. ها هو المطعم. كيف لمحته وسط زحام الحوانيت؟ اهتديت إليه بأنفي. هيا تفضلوا، ماذا تطلب يا زياد؟ في الحقيقة أطلب أن أستمع لباقي قصة سد مأرم. حسنا، نأكل أولا ثم أحكي لكم ونحن نتناول القهوة اليمنية المميزة. هذا هو الكلام. أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها، ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأفضل تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ. وبمناسبة يوم ميلادي أقدم لكم هذه الهدية البسيطة. ليتخير كل منكم الحصان الذي يعجبه. المفروض أن نقدم نحن لك الهدية يا مولاي الأمير. لا فرق، المهم أن نفرح الجميع. هذا تواضع العظماء، أدام الله عز مولاي. بهذه المناسبة السعيدة سأفرق الخمور على كل أهل سبأ بالمجان. وأنا سأسن السيوف والخناجر بالمجان، وسأضع السم الزعاف في حدها بالمجان أيضاً. كل عام وأنت طيب يا أمير مالك. يجب أن يكون هذا اليوم المبارك عيداً لأهل سبأ. وأنت يا جميلة، أي الخيول أعجبك؟ لا شيء منها يا سيدي، عندي حمار في الحظيرة أفضله على الجميع. إنها تمزح يا سيدي. مزحة ظريفة. إذن أختار أنا لك هذا الحصان الأصيل. يا له من شرف يا مولاي، لقد ألجمتها المفاجأة السعيدة فعجز لسانها عن النطق بآيات الشكر. نعم نعم، أرى ذلك بوضوح. أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم. أين ابننا مالك؟ يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر. يا له من أحمق، المفروض أن أتلقى الهدايا في يوم ميلاده. إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقبوله حاكماً بعد عمر طويل. أخشى أن يحبه الناس أكثر مني. وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلاً أفضل. أيتها الحمقاء، إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسونا. بل إنه أخطر من الأسد، إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا. جميلة، ابنة الوزير بيننا؟ أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة. سأفعل بكل تأكيد،
لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة. إنه عقاب الرب على الشر والفساد. إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة خطيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها. لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي. ولكني أخاف من الفئران، أقصد أشمئز من منظرها، وعلينا أن نخلص سبأ منها نهائياً. عندي حل يا مولاي. تحدث يا كبير تجار السلاح. أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ، فنقضي على الفئران قضاءً مبرما. ولكننا سنقضي على المحصول أيضاً، وسيموت كل من يأكل منه. نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل. ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي، ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمناً لأنها تستخدم في صناعة الخمور. والحل؟ كيف نقضي على الفئران؟ نعطي لكل من يصيد فأراً حصاناً أصيلاً كهدية، عندها سيتسابق الناس لصيد الفئران. يا لها من فكرة عبقرية! عقلية الأمير الصغير تسبق عصره. إنه أملنا في المستقبل الزاهر. الفكرة تبدو صعبة التحقيق، كيف نوفر خيولاً بعدد الفئران؟ عندي اقتراح يا سيدي. تحدثي يا سيدة سبأ الأولى. سنربي عدداً كبيراً من السنانير. ما هي السنانير؟ اصمت أنت! ما هي السنانير؟ القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها، وبهذا تحل المشكلة. يا لك من امرأة داهية، تعجبني هذه الفكرة. أرجو أن تنجح الفكرة. لقد جوعت القطة ولم أطعمها شيئاً منذ الأمس. هيا هيا ابتعدنا الآن واتركنا القطط تؤدي دورها. الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة. دعني أنظر بنفسي. يا لها من كائنة مخيفة، أقصد مثيرة للاشمئزاز. القطط تهجم يا مولاي، لا زالت تهجم، إنها تقترب من الهدف. رائع، عظيم، انتصار ولا أجمل، هزيمة ساحقة للفئران، إنه يوم تاريخي في حياة سبأ. إننا اليوم نجتمع لتكريم القطط، وبيننا راعية القطط، السيدة الفاضلة، زوجة الملك. شكراً، شكراً لكم. دعونا نكرم أصحاب الفضل ونطعمهم أفضل الطعام ونسقيهم اللبن. إنها القطط البواسل. ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة. لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية، ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها. يبدو أن حادثاً خطيراً سيحدث. إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني، لا تتركني وحدي. ما أفظع صوت الرعد. إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت.
يا إلهي، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا فظيعا. إنه نذير الشؤم، يجب أن أحذر الملك في الحال. أمي، ماذا جرى؟ مالك؟ هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد. لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ رأيت كابوسا مفزعا في نومي. لابد أنه نتيجة للإكثار في الطعام ليلا. هذا ليس وقت الهزل، وأنا ما أراه في المنام ليس تخريفا. أعرف، حدثيني عما رأيته. رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق. هل هذا شعر؟ أوه، لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سآتي معك. هل هذا بتأثير الشراب أم أنها حقيقة؟ اخفض صوتك وراقب هذه الضفادع، وعندما تبتعد عن الطريق أخبرني. هيا آمرك. لا أصدق عيني. يمكنك المضي في طريقك. ألن تأتي معي؟ العمر غال يا أمي، يكفيني ما رأيته اليوم. السلام عليك أيتها السلحفاة، أرجوك أريد أن أنبه زوجي الملك قبل أن تحل المصيبة. حسناً، سأنتظر كما تريدين. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن. أمرك يا سيدتي. ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق. السمع والطاعة يا سيدي. ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمع إلي جيداً يا عمرو. عمرو فقط؟ دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي. أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد. تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفتحن وسلحفاه وغيره في الحديقة. ها، ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون. حلم بصاعقة وسلحفاة عملاقة تبعثر الرمال وضفادع كبيرة تقف على قدميها. بدا أفهم أنا من كل هذا. والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف. ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد. وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأراً يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا. سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطة منذ زمن. ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك. معذرة، لن أتكلم. أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل. انتظر يا مولاي حتى أمر الحراس بكشف الجبل والتأكد من خلوه من اللصوص أو قطاع الطرق. لا يوجد وقت لتلك الإجراءات الفارغة. حياة مولاي أغلى من كل هذه. أصمت، أصمت وإلا قطعت رأسك. هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء. أمرك يا أبي.
الحمد لله، كل شيء طبيعي. ها؟ عادت الفئران، إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلاً. إنها النهاية، النهاية، النهاية. كيف يقاومون الفئران هذه المرة؟ وما الذي جرى لهم؟ جرت أشياء عديدة أغرب مما رويته لكم اليوم. احكي لنا إذن. ليس الآن، أريد أن أستمتع بقدح القهوة اليمني في هدوء، ثم أستعد بعد ذلك لصلاة العصر. ولكن على أن تحكي لنا بعده. إن شاء الله.